بتحل النهارده 21 فبراير ذكرى وفاه الفنان القدير محمد رضا، واللي طبعا اتشهر بادوار ابن البلد او المعلم. المعلم رضا اتولد في اسيوط في 20 ديسمبر سنه 21، وحصل على دبلومه في مجال الهندسه التطبيقيه سنه 38، ده في وقت ما كانش فيه التعليم جامد قوي يعني. عمل كمان في بدايات حياته في هندسه البترول، والتحق محمد رضا بالمعهد العالي للفنون المسرحيه وتخرج منه سنه 53. تتلمذ بقى على ايد يوسف وهبي وزكي طليمات، الرموز الكبيره يعني. ومن اهم اعماله طبعا اللي مش ممكن ننساها ابدا 30 يوم في السجن، وسفاح النساء، وانت اللي قتلت بابايا، والبيه البواب، وغيرها من الاعمال الجميله، واللي كان اخرها مسلسل ساكن قصادي. وتوفى محمد رضا زي النهارده 21 فبراير سنه 95 عن عمر بيناهز 73 سنه، ربنا يرحمه طبعا ويحسن اليه، كان مصدر بسمه كبير قوي بالنسبه لنا كلنا. اهلا حاجه وسهلا. اهلا وسهلا، وحشتنا قوي يا سعاده الدين. ازيك يا حاجه؟ اتفضل. ازيك يا سعيده؟ الله يسلمك. ايه انت لسه في الكشف؟ هو انا موديني بتاع يا اللي حكايه الكسوف دي؟ ليه؟ هقول لك ايه ولا ايه يا سعاده الدين؟ اعمل انت يا مسعده. حاضر يا بوي. مش احنا يا بيه؟ طب انا على الدكه دي يا بوي. وانا على الدكه دي. طب انام وانا واقفه يا بوي. لا يا حبيبتي، تعالي ده مش اوضه حنان. هي فين؟ كان بنت تلعب وياها. يا حرجه في زمانها جاي. ايه وحديها؟ اه، امال عاوزاني احطها تحت الحراسه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا بوي. مكسوفة الرقبة، خش نام. تعالي يا حبيبتي. البت بارد يا فهمي بيت رغبتني، لحد دلوقتي مفيش عريس واحد جاي. كل البنات اللي من دورها اتجوز وخلف ودست عيال، وهي اللي قاعده لك ده زي البيت الحكر. طب وما صورتوهاش المشايخ ليه؟ طول النهار عم بلفلفها، وكل شيخ وكل مقام بندر لها في ندر. ألف حمد وشكر ليك يا رب، بركاتكم يا أولياء الله الصالحين. اطلب المأذون يا فهمي بيه عشان يجي يتستر عن الفضيحة اللي حصلت دي. فضيحة إيه بس؟ أنا لا يمكن حاسكت على الاعتداء ده. ياه، قفشناك مع بنتي في أوضة النوم، والدنيا ليل وظلمة كماني، وتقول لي فضيحة إيه دي؟ وبصني كمان يا بوي. أنا بوستك يا عم. وقعتك مهببة. هو قال لي كلام يدوخ، أنا دايخ يا بوي. ليلتك منيلة بستين نيلة كمان. والله العظيم مظلوم، بريء بريء يا بيه، والله بريء. ولا كلمة، هتتجوزها ولا هتشاهد على روحك؟ شاهد على روحي احسن. ايه حصل ايه؟ عريس. عريس وصلتوه ازاي؟ العبوا يا بوي، طخوا بس ما تعوروش يا بوي. طخوا بس ما تعوروش يا ولاد. في الاجمل كده. ده فيلم طبعا البحث عن فضيحه، وطبعا كان في باقه كبيره جدا من النجوم، منهم عادل امام طبعا وميرفت امين. ضيوف الشرف كمان كانوا كتير جدا. بس هم يعني انا بتذكر يعني اللي انا بحبهم يعني. لا بص، هم كلهم كانوا تحفه. ونبيله السيد الله يرحمها كانت ضحك ضحك من القلب يعني. كانت افلام حلوه وكانت متكلفه كده ومعموله بمزاج يعني. والافيه لحد دلوقتي يعني، لحد دلوقتي الافيه عايش. بحرفيه يعني شديده جدا. ياريت يكون عندنا أفلام في نفس المستوى يعني في القريب العاجل إن شاء الله.